اقعد ورا راسه. ليش عادي هون البنات؟ هي ما سمعت كلامي، انا حكيت لها من الاول ما بصير تقعد هون لانه الشرطه بتعمل لها مخالفه، وهي ما سمعت كلامي. ليش مش حاط انت كمان الحزام؟ رح ادفعك مخالفه. تعال السجن انت وياه بسرعه. واقف وين على السياره؟ خلص ما منعيدها. لا عشان تتعلم، عشان كمان تنام منيح، عشان اطلعك من السجن. اوكي عشان تصير كبير. وين ماسة؟ لا انت كمان لازم على السجن. على السجن انت كمان يلا، عشان انت ما قعدتي ورا وبابا ما حط الحزام. بسرعة تعالي السجن يلا، عشان لازم تقعدي ورا عشان صار اشي بتضرب. عشان انت ما حطيت الحزام، لازم تحط الحزام عشان ما تضرب السيارة. اوكي وماسة؟ وماسة لازم تقعد ورا. الصغار يعني؟ الصغار بقعدوا ورا والكبار بحطوا الحزام. ما حط الحزام. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. ما تنسوا الحزام واقعدوا ورا، خلي الصغار يقعدوا ورا عشان وكمان الكبار يحطوا الحزام. اذا خطفتوا انا باجيكم بعدين، بدل لي صاحب الشرطه هو الاكبر مني. يلا باي. منولا لا تنسوا. باي. تعالوا.